هذه الآية الكريمة ذكرها الله عز وجل في سورة الرحمن، وهي من الصور العظام، وكل صور القرآن عظام. قال الله عز وجل: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. السؤال المنفي هنا سؤال التوبيخ، سؤال الاستعلام، لا سؤال التوبيخ. يعني يسألون لكن سؤال توبيخ، لا يسألون سؤال استعلام. وبعض أهل العلم يقول إن مواقف القيامة مواطن، بعضها يكون فيه سؤال، لأن الله قال: فنسألنا الذين أرسل إليهم ونسألنا المرسلين. وقال في آيات أخرى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فمرة أثبت، مرة أثبت، ومرة نفى. فقال بعض العلماء: القيامة مواطن، مرة يكون فيها سؤال وأخرى لا يكون فيها سؤال. ونحن نرى أن السؤال ينقسم إلى قسمين: سؤال استعلام، هذا المنفي، لأن الله عز وجل قد علم ما قد كان منهم، وسؤال توبيخ، تقرير توبيخي، وهذا الذي يقع في عرصات يوم القيامة، ولا حاجة إلى القول بأن هناك موطن دون موطن. ثم قال جل وعلا: يعرف المجرمون بسيماهم، للبناء لما لم يسمى فاعله، كما يقول الآل الصناعة النحوية. يعرف المجرمون أي الكفار بسيماهم، أي بعلاماتهم، بأمارات تظهر عليهم. لم يقل جل وعلا هنا ما هي تلك العلامات. يعرف المجرمون بسيماهم، لكن قال: فيؤخذ بالنواصي والأقدام. إذا بحثنا عن السمات نأتي في القرآن فنجد أن السمات ثلاثة. أولها سود الوجوه، عياذا بالله. قال الله عز وجل: فأما الذين سودت وجوههم. والأمر الثاني أن العيون تكون زرقاء. قال الله عز وجل: ونحشر المجرمين يومئذ زرقاء. والأمر الثالث قال جل وعلا: وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. فالملائكة تعرف أحوال أهل الكفار بأن وجوههم سود وعيونهم زرق وعليهم غبرة. لكن هذه الأمور لا تكون سمة إلا إذا اجتمعت، لا تكون سمة إلا إذا اجتمعت. فالسواد والسمار لوحده ليس قبحا، والزرقة في العيون لوحدها ليست قبحا، بل قد تكون جمالا باستثناء الغبرة. لكن إذا اجتمعت العيون الزرق في الوجوه السود، هذا الذي يعد قبحا، خاصة إذا غشي بالغبرة، كما قال الله عز وجل هنا. قال ربنا: فيؤخذ بالنواصي والأقدام. الناصية مقدمة شعر الرأس، والأقدام مفردها قدم، وهي القدم الجارحة المعروفة. يؤخذ بالنواصي والأقدام، بعض العلماء يقول يجمع مقدمة رأسه مع رجليه فيلقى في جهنم عياذا بالله. وبعض العلماء يقول: لا، ليس المقصود هذا، إنما المقصود بعضا منهم يؤخذ بالنواصي وبعضا منهم يؤخذ بالأقدام. لكن الله جمع، ولا يلزم من الجمع أن يكون هذا حال كل أحد. هل يجمع ناصيته مع قدمه على يعني مقبله، يعني على وجهه، أو من وراء ظهره؟ قال بعض العلماء: ناصيته من وراء ظهره مع قدميه، يكسر كما يكسر الحطب. أيا كان الحال، إنما المقصود ما ينال أهل النار من الإهانة يوم القيامة، هذا المراد من قول الله عز وجل: فيؤخذ بالنواصي والأقدام.